رمضان صبحي اكتر من 50% من قوه الفريق. رمضان صبحي يساوي 50% من قوه الفريق واكتر كمان. رمضان صبحي من اللعيبه اللي احنا وصلنا منتخب مصر منتخب مصر دي قصه ثانيه. هو اثبت مثلا مع زمايله ومع جمهور مصر الجميل اللي كان موجود، هو كان من الاسباب الرئيسيه لطول منتخب مصر الاولمبي ووصولها للاولمبي هو كان رمضان مع زمايله طبعا والكابتن كابتن شرقي والجهاز وكل حاجه. انما انا بتكلم على مستوى اللعيبه اللي في الملعب، ده كان اكثر من قعدت تتفوق 70% من قوه منتخب مصر الاولمبي. مع النادي الاهلي معاك 50% من قوه النادي الاهلي مع احترامي لكل مجموعه اللعيبه الموجوده. رمضان صبحي قوه للنادي الاهلي لا يستهان بيها بامانه، دي لازم اديله حقه. وانا سعيد بيه ان هو تفوق وفاق ورجع للمستواه اللي المفروض كان هو فيه. ما شاء الله رمضان انا بشبهه زي كابتن جوره الله يرحمه، يعني عنده حصان في الملعب بامانه. ربنا يكرمه ويرجع تاني بعد الاصابه احسن من الاول. يعني النادي الاهلي حافظ عليه يبقى موجود يخلصوا بقى نهائي اعاره، بس لازم يبقى موجود يعني. طيب الكابتن ابراهيم حسن، سؤال برضه جاي لك مهم جدا، هل ترى بخبراتك ان ممكن كهربا ينجح مع النادي الاهلي؟ كهربا اتوقع انه ينجح مع النادي الاهلي. ليه؟ لان هيلاقي في خطوط واضحه كتير، يعني هيلاقي في نقط واضحه وكل سكه واضحه جوه النادي الاهلي هيمشي عليها. هيلاقي انك لازم تلتزم، فاهمني؟ لان طبعا انا مش عايز ممكن يحس حد يزعل حد يزعل، انا بتكلم هقولها بالطريقه انه لازم عنده في خطوط هيمشي عليها في النادي الاهلي. خط واضح مطلوب منك كده، مطلوب منك كده، وبعدين جوه في النادي الاهلي او جماهيره لا ترحم حد ما يمشيش على الخط اللي هو موجود. انا بقول لك بصراحه يعني بدون توضيح اكتر من كده، هو يعني خلينا نقول يا كابتن اجواء وهيلاقي ناس هتساعده جوه، حتى زمان اللي موجودين هتساعده حب وهيعلوه وهو هيعلوهم، هتتوقف عليه هو. لو انت ما مشيتش جوه المنظومه دي بالشكل ده يبقى انت ما تكونش لنفسك، لان انت حطيت امكانيات موجوده كان لازم انزل النادي كتير، انزل نفس الشيء، نادي كتير كل حاجه، بس في حاجات وضوح مش موجود جوه. في دلع اللعيبه اقول لك ايه، قول اللي في قلبك يا كابتن. لعيبه نادي الزمالك للاسف ما بيخافوش بدين الجمهور، ما بيخافوش على زعلهم. لعيب النادي الاهلي يخاف على زعل الجمهور،